الإعلام بالجامعة الحديثة لعقد هذا المؤتمر الذي يناقش دور الدراما العربية في دعم الهوية الوطنية. وتفخر هذه القاعة باستضافة هذه النخبة المتميزة من رواد صناعة الدراما المصرية الذين أسهموا في إثراء الشخصية العربية والحفاظ على هويتها بأعمالهم وإبداعاتهم الفنية المتميزة. تحية لضيوفنا الكرام من نجوم الفن العربي الأصيل، وتحية لأساتذة الإعلام من جامعاتنا المصرية والعربية الذين يزينون قاعة الاحتفالات بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة. أهلا بكم في افتتاح مؤتمر العلمي الثالث لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. هو الأستاذ والمعلم لطلاب كليات الإعلام بمختلف الجهات والبقاع العربية. تتلمد على يديه العديد من نجوم الإعلام اليوم في المجالين الأكاديمي والعملي. رؤيته المتقدمة لواقع العمل الإعلامي جعلته يتقلد العديد من المناصب الإدارية الهامة في الإعلام. كلمة الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأستاذة الدكتورة ألفة كامل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور نبيل الدين نائب رئيس الجامعة، ضيوفنا الأعزاء الأخ الصديق الأستاذ شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام والرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، نجوم الفن العربي الأصيل، أبنائي طلاب كلية الإعلام وطلاب أقسام الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة، أهلا ومرحبا بكم في افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإعلام، والذي اخترنا له عنوان الدراما العربية وقضايا الهوية. لا شك أن الأعمال الدرامية تمثل إحدى أهم القوالب والأشكال التي يسعى الجمهور لمتابعتها في مختلف أنحاء العالم. ولقد تطورت الدراما في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً بفضل التقنيات الحديثة في مجال التصوير والإنتاج والبث، إلى جانب ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة لها من سرعة الانتشار وتزايد قدراتها على التأثير. وشهدت الدراما العربية قدراً كبيراً من التطور التقني والإنتاجي، إلا أنها لم ترق بعد للمستوى العالمي، بل ظلت أسيرة لرؤى فنية جامدة وعقيمة. ونالت الدراما العربية ما نال مختلف الأشكال الإعلامية الأخرى من هجوم ونقد، بوصفها أحد أسباب التحلل القيمي والأخلاقي الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، وذلك بسبب تواضع مستويات الأعمال الدرامية المقدمة وترويجها لأفكار وقيم غريبة عن تلك المجتمعات، وهو ما يؤثر سلباً على الهوية العربية. ويدافع صناع الدراما الذين يعملون في ظل ظروف فنية واقتصادية بالغة الصعوبة، ويقولون أن الأعمال الدرامية ليست مسؤولة عما تشهده المجتمعات العربية من مشكلات اجتماعية. ونخلص من هذا كله إلى أن الدراما العربية تعيش أزمة حقيقية، سواء على مستوى صناعتها وإنتاجها، أو على مستوى تقييم المجتمع لها وتفاعله معها والرقابة المفروضة عليه. من هنا جاء اهتمام كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات أن تعقد هذا المؤتمر الذي يجمع صناع الدراما وأساتذة الإعلام الذين يقدمون رؤاهم وبحوثهم حول هذه الرؤية، كيف يمكن النهوض بصناعة الدراما في ظل رؤى أكاديمية ورؤى للممارسين للعمل الدرامي بأنفسهم. يعقد هذا المؤتمر تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد أرسل لنا يبارك بعقد هذا المؤتمر ويتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد. قبل أن أختتم كلمتي، طبعا كل القامات الموجودة في هذه القاعة يستحق كل منهم أن نعقد له مؤتمرا مناسبا. وسوف أبدأ بالترحيب بنجوم الفن والدراما وصناع الدراما الذين أثروا الحياة الفنية والذين شكلوا وجدان المصريين والشعوب العربية على مدى تاريخ طويل بأعمال فنية متميزة،
لأن العمل الدرامي الذي نشاهده مسلسل أو مسرحية أو فيلم يكون وراءه جهد كبير جدا. صحيح ينسب الفيلم للممثل أو النجم، لكن مين اللي عمل؟ مين اللي كتب السيناريو؟ مين اللي عمل القصة؟ مين اللي صور؟ مين اللي عمل الموسيقى التصويرية؟ كل هؤلاء النجوم يصنعون الدراما التي تؤثر فينا. رحبوا معي بالأستاذ راجح داود، الموسيقى التصويرية للأفلام المتميزة، الناقد الفني الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله، الصديق العزيز الأب بطرس دانيال رئيس المركز التسويقي للسينما الذي طالما يكرم الفنانين ولكن لم يكرمه أحد، وهو يعني التكريم أقل مما تستحقه. السيناريست الكبير الأستاذ عاطف بشاي، الأستاذ مدحت الدكتور مدحت العدل المتميز وفي الطريق إلينا المخرج المتميز الأستاذ مجدي أبو عميرة، وخير الختام أيقونة السينما العربية الفنانة القديرة ليلى طارق. أشكر حضراتكم وأتمنى لهذا المؤتمر المزيد من التوفيق والسداد. تؤكد اعتزازها وتقديرها لكلية الإعلام التي لم تتوقف عند حدود الأداء التقليدي للرسالة التعليمية، بل كانت سباقة في منافسة نظيرتها من كليات الإعلام الحكومية والخاصة في واحد من أهم وأدق جوانب العملية التعليمية، ألا وهو ميدان البحث العلمي. في هذا الإطار يأتي المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإعلام، والذي ينعقد تحت عنوان الدراما العربية وقضاها الهوية، لتؤكد به كلية الإعلام وثبات قدميها على طريق تنظيم المؤتمرات العلمية وما يتم على هامشها من أنشطة وفعاليات موازية تستهدف إسراء المؤتمر والارتقاء به إلى مستوى المؤتمرات العالمية لما يتضمنه من ندوات مفتوحة وحلقات نقاشية وورش عمل ولقاءات فنية وثقافية إلى جانب الجلسات العلمية كعماد أساسي للمؤتمر. ولقد أصبحت الدراما بمجالاتها المختلفة وقضاياها العديدة من أغنى الموضوعات البحثية ذات الصلة المباشرة بحقل الدراسات الإعلامية، خاصة الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية وما ارتبط بها بطرق غير مباشرة من صحافة فنية ونقدية وما تعيد بثه أو معالجتها أو التعليق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. والجامعة ترحب بهذه القامات الرائدة في فنون الدراما. أتمنى لحضراتكم عمل أكاديمي موفقاً وتواصلاً فعالاً مع كل الأطراف الميدانية ذات الصلة بالموضوع، والتي هي بلا شك في أمس الحاجة لتطوير أدائها وجودة إنتاجها في ضوء النتائج والتوصيات التي ستكون خلاصة جهود بحثية راقية. وشكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. احنا تقدم لنا 37 بحث اللي قبلوا في هذا المؤتمر من باحثين من جامعات مصرية وعربية، عندنا بحوث من جامعات مصرية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق، بيقدموا رؤى أكاديمية لحال الدراما وكيفية النهوض بها
ولكن دائما التصورات الأكاديمية يمكن القول إنها يعني قد تكون بعيدة عن الواقع أحيانا. ولذلك هنبدأ الآن إن شاء الله وقائع ندوة بعنوان الدراما العربية الأزمة والحلول. ضيوف هذه الندوة المتحدثين الرئيسيين هم المكرمون الأستاذ يوسف شريف رزق الله، الأب بطرس، الأستاذ عاطف بشاي، الأستاذ الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، المخرج الكبير مجد أبو عميرة، الكاتب السيناريست الفنان دكتور مدحت العدل، الأستاذة مجد موريس، ومن الجانب الأكاديمي الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني، الأستاذة الدكتورة عزة هيكل، الأستاذ الدكتور حسين أمين، الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، الأستاذة الدكتورة إيمان خضر. ثم يفتح المجال لكل الحضور بالإدلاء بآرائهم. طبعا أنا عارف مدى حساسية هذا الموضوع، الدراما والحرية والإبداع، وأنبه المتحدثين أن الجلسة مذاعة على الهواء مباشرة عبر موقع الكلية وعبر الإذاعة الداخلية للكلية المسمعة في كل وسائل الإعلام. اسمحوا لي نبدأ بالأستاذ مدحت العدل عشان هو اللي هيفجر المسائل على طول. حقيقة يعني لا الإعلام منفصل عن الدراما ولا الدراما منفصل عن الواقع، وهي في الأول في الآخر ولا كل دول منفصلين عن التعليم، ولا ده منفصل عن 50 سنة من غسيل المخ المصري ودخول طيارات بعيدة تماما عن الشخصية المصرية. اتهام الدراما دائما ان هي بتبوظ عقليات الشعب المصري، هذا غير حقيقة على الإطلاق. والعالم كله هناك دراما مسفة ودراما غير حقيقية، لكن امتى انت بتبقى تقف قصادها بدراما اقوى منها. الفكر يواجه بالفكر وليس بالمنع وليس بالبتر. ده في العالم كله على فكرة. أمريكا فيها أفلام أسوأ 100 مرة من عبده موتة، لكن بتعمل أفلام كمان تاخد أوسكار وتعمل أفلام. ده اللي مفروض يحصل في مصر، وده اللي مفروض الدولة تعمله. الدولة مش مطلوب، ما احنا مش عايزين فلوس من الدولة، لكن عايزين الدولة لما تيجي تعمل إعلام تطلع لي في الإعلام المثل الذي يحتذى به. قول لي مين دلوقتي في الإعلام بيطلع تقدر تقول للطالب إعلام اتفرج عليه ده هيعلمك إعلام. نعيش أزمة حقيقية هي أزمة تنوير، ومشكلة الدراما هي جزء من أزمة تنوير انهارت فيها الدراما تماما، سواء الدراما المصرية أو الدراما العربية، لهو سحيقة جدا. أتصور أنها تشكل ضررا عميقا على شكل المجتمع المصري باتجاهاته وتوجهاته وهكذا. دور الدولة ليس هو المال كما قال الأستاذ أبو عميرة، ولكن هي أن تكون فعالة بشكل حقيقي للسعي أولا نحو التطوير. ولن يحدث هذا إلا بحرية التعبير، حرية مطلقة. لكن للأسف نحن نشاهد لجان تنعقد، منها مثلا لجنة تريد من الكتاب الدراما أن يكتبوا دراما معقمة ودراما نظيفة ومسميات غريبة جدا تجعل الذي قاله الدكتور مدحت العدل أن هناك هوى سلفي، لأن كل الممنوعات هي ممنوعات متصلة بالأخلاق، متصلة بالخطاب الذي يعني عانينا كثيرا جدا في تصحيحه ولم يتم تصحيحه، وهو الخطاب الديني الذي لم يصحح. وبالتالي فإن الأرض المصرية صارت أرض متراجعة حضاريا. قائمة الممنوعات وضحت الشكل الذي تتصوره أو يتصوره الإعلام للدراما، أنها
تكون خالية من البذاءات وتكون دراما أخلاقية دون أن يدركوا أن الفن هو فن جيد أو فن رديء. إذا كان فنا جيدا فلا بد من دعمه، والعملة الجيدة في النهاية تطرد العملة الرديئة. أعتقد أنه الذي يملك مالا، الذي يملك قدرة على العرض، يعني أصحاب القنوات، أصحاب الشركات الإنتاجية، عليهم العودة مرة أخرى إلى فكرة دراما النص، لأن لو لم يكن هناك نصا دراميا وله مواصفات لن تكون هناك دراما. هيكون اللي احنا بنشاهده النهاردة اللي هو قصاصات أو مشاهد متفرقة، أنا بسميها عمل ليس له أب شرعي وله آباء غير شرعيين، لأن بيتدخل في كتابة النص مجموعات متعددة. لو نتابع كثير من الأعمال اللي طبعا باستثناء كتابات الدكتور مدحت لأنه هو كاتب في المقام الأول، ففي تيمة كاملة اللي بيظهر النهاردة في معظم الأعمال، وأنا هدي مثال في عمل بيعرض الآن اسمه للحب قصة فرصة أخيرة. الكاتبة مفروض أنها كانت كاتبة رواية قبل كده شهيرة سلام، فيعني مفروض أنها كتبت اللي هي أنا شهيرة أنا الخائن، كان عمل روائي انتقل إلى الدراما فكان شيء جيد. أعتقد أن تم الطلب، حد طلبوا منها أنها تكتب بقى مسلسل يعني عشان بقى يبقى برضه، لكن للأسف الشديد كان عبارة عن مشاهد متفرقة غير مترابطة بتنقل بيئة مش إحنا بنعيشها. كثير من الأعمال اللي بتتنقل يعني يشاهدها المواطن أو المشاهد لا تعبر عن واقعنا، بالعكس، لكنها يعني بكل أسف بيكون كثير منها بيخلي الناس إما تتجه إلى التعصب لأنها بترفض اللي بيحدث، أو تتجه إلى التحرر والإباحية اللي هي بعيدة عن مجتمعنا. يبقى فكرة إن الدراما لا تؤثر، الدراما تؤثر، الدراما تنقل واقع، الدراما لا يجب أن تنقل الواقع فقط، ولكن على الدراما أن تخلق واقعا جديدا. كلمة دراما دي يعني واسعة جدا ومهمة جدا، وهي أساس الإعلام الحقيقة يعني، وأساس تنمية المجتمع. فأنا بقول للطلاب دايما بنجيب الموضوعات اللي هي تخلق منهم السكيلز معينة أو المهارات اللي عندهم، وتبتدي تخلق منهم شباب ناجح وإعلامي ناجح في المجتمع بتاعه. فكل المؤتمرات دي بتفيدهم في حاجات كتيرة، إذا كان هو في أندرجرادوت بتفيده إن إزاي يتعلم وإزاي يفهم وإزاي ياخد من أساتذته الحاجات الإيجابية ويبعد عن السلبيات، وإذا كان بعد كده خد بوست جرادوت بتهمه جدا هذه المؤتمرات، لأنه هو بيتم تحكيم ونشر أبحاث كتيرة، ودي بتهم أي طالب إنه يتخرج ويبقى حاجة مهمة ويوصل إلى أرقى المستويات. هو التدريب العملي ده أهم حاجة في كلية الإعلام. ليه؟ لأنك أنت بتطلعي، أنا بعتبر كلية الإعلام مش كلية نظرية، دي هي كلية عملية وتطبيقية، لازم أنه هو يخش المعامل ويخش كل السنير كل الحاجات الموجودة ويمسك بإيده ويتعلم بإيده زي أي فنان أو زي أي طبيب أو زي أي يعني مهنة عايزة تخرج إعلامي ناجح. أنا بعتبر كل أبنائي وبناتي في الجامعة سواء موجودين أو سواء تخرجوا دول فعلا جيل كويس، وإن شاء الله يبقى جيل ناجح كله، وطبعا بتمنى لهم دايما التوفيق. وأنا بعتبر كل الخريج من عندي هو عبارة عن سفير لهذه الجامعة، وأنه يعلن عن كفاءة هذه الجامعة وعن مدى هو أحرز فيها ومدى خد تدريب منها ومدى وصل للوصول اللي في كل القنوات.
الثانية مساء بتوقيت القاهرة وموجز إخباري جديد يأتيكم من قناة MTI. Good morning, I'm Yumna Yusuf from MTI Television. Welcome to our morning news. أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة في الجامعة الحديثة وتقابلت مع كل العاملين فيها كده بحب وجمال، وشايفة الاهتمام الشديد بالجامعة مش بس كتعليم وإنما كمنارة تهتم بقضايا الوطن وقضايا العمل الفني والدراما، فأنا سعيدة بهذه الجامعة جدا جدا جدا. أسعدني جدا حضور المؤتمر والتكريم، وأعتقد أنها بداية جيدة سوف تثمر عن نتائج هامة فيما يتصل بهموم الدراما المصرية وعلاجها. طبعا أنا سعيدة بتواجدي في الجامعة الحديثة وحضور هذا المؤتمر الهام مع مجموعة متميزة من السادة الأساتذة وخبراء الدراما، وأتمنى إن شاء الله دوام النجاح للجامعة الحديثة وعلى رأسها طبعا دكتورة ألفت كامل ودكتور سامي الشريف. مرة تانية ألف مبروك لنجاح المؤتمر. أنا سعيد جدا بالجامعة الحديثة إن كلية الإعلام الدكتور سامي الشريف عامل حاجة إعلامية جميلة جدا، وقناتكم قناة للشباب اللي عاملينها طلبة كلية الإعلام، أنا مبسوط جدا وبقول إن النهاردة تواجدي ده عشان تعود الدراما مرة أخرى ويعيدوا الهرم المقلوب. يجب أن يعود المخرج أولا والمؤلف أولا ثم الممثل بعد كده. الهرم ده اتقلب الممثل أولا والمخرج ثانيا، وده الأحدث عاهة في الدراما المصرية. أيضا إن شاء الله يعود مسبيرو تاني للإنتاج الدرامي ويعود للريادة مرة أخرى. نرجو أنه التوصيات اللي هيطلع بيها المؤتمر أنها ترفع للجهات المعنية بحيث تعود الدراما إلى أصلها كما تبعناها في فترة الثمانينات والتسعينات. حقيقة يعني أنا بأحيي الجامعة الحديثة على تبني فكرة هذا المؤتمر ودخول الدراما التلفزيونية والدراما العربية إلى مجال المؤتمرات العلمية، لأن ده الحقيقة اتجاه عالمي واتجاه دولي، وإن أن تتم دراسة الدراما التلفزيونية والدراما العربية من الوجهة الإعلامية الأكاديمية، وأهمية المؤتمر إن في نخبة وتعدد في وجهات النظر ما بين الكتاب والنقاد والأكاديميين والمشتغلين بالإعلام والمنتجين، ده إثراء للحياة الثقافية والحياة الأكاديمية والعلمية، وأتمنى أن تحذو كثير من الجامعات والكليات هذا الحذو. كنت مشرفنا النهاردة في الجامعة الحديثة، وحقيقي حقيقي وجود حضرتك ملحوظ طبعا جدا 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 جدا. كنا بس عايزين نعرف رأي حضرتك إيه في المؤتمر مبدئيا. اولا انا منبهر، بكلم جد بقى، انا قلت الكلام ده قدام الناس كلها من ساعه ما دخلت الجامعه وانا منبهر بالمبنى العظيم ده وبالاتساع وبالحاجات الفخمه الشيك، وده طبعا على فكره شيء مهم جدا واساسي انك تيجي مكان تدرس فيه وانت بتحبه، فانا شايف حاجه محترمه جدا لا تقل عن اي جامعه اجنبيه، ما تقلش عن اي جامعه انا شفتها في مصر مبدئيا. ده بالنسبه للحجر، لكن بالنسبه للبشر كمان انا سعيد جدا بهذا التجمع اللي انا ما كنتش متوقعه الحقيقه، لان انا ما كنتش اورينتد قوي، انا قالوا لي هتتكرم فجيت عشان اتكرم. يعني كنا احسن بكتير بكتير بكتير، وقامات مذهله شفتها. الجامعه هي مناره، هي مناره بتشع للي حواليها. انا بس عايز اقول لهم ان اولا واخرا وسابعا وتاسعا العلم والعلم والعلم والعلم، عندما تتاح لك فرصه انك تيجي مكان يوفر لك كل الامكانيات اللي موجوده، ده مش موجود، انت لازم تقول الحمد لله، لان غيرك ما بيلاقيش ده، غيرك بيروح معامل ما فيهاش انبوبه. انا دكتور بشري طبعا فبتكلم على حاجات علميه يعني، خلاص مش هتلاقي هذا الكلام. لما تلاقي الامكانيات دي قدامك انت ليه ما تبقاش احمد زويل؟ ايه اللي مانع اللي يمنع ان انت تبقى انيس منصور؟ ليه ما تبقاش نجيب محفوظ؟ ليه ما تبقاش مذيع كبير طالما الامكانيات كلها عندك؟ الناس موفره لك كل حاجه، المهم رغبتك انت ان انت تبقى حاجه، هو ده المهم. اتمنى من كل على فكره الجيل اللي انا بكلمه دلوقتي بيسمعني، انتوا احسن مننا واذكى مننا وعندكم امكانيات اكتر بكتير جدا مننا. انا كنت ما اجي اكتب اي حاجه اقعد ادور على الكتاب الف في مكتبات القاهره كلها علشان الاقي كتاب اخد منه معلومه، كل ده بقى قدامك سهل جدا.
اتمنى ان انتوا تستفيدوا من هذا الصرح اللي موجود اللي انا سعيد بيه. انا اول مره جه هنا لكن اكيد مش هتبقى اخر مره. المؤتمر العلمي الثالث لكليه الاعلام الجامعه الحديثه تحت عنوان الدراما العربيه وقضايا الهويه، الحقيقه هو موضوع مهم جدا، وحسينا النهارده انه كانه ملتقى اعلامي ثقافي اكاديمي، كل المجالات اللي بترتبط ببعض. كلنا النهارده كنا مجتمعين في مظله واحده، وكليه الاعلام هي طبعا اللي عامله المؤتمر ده، علشان بنحاول ان احنا نستفيد من خبرات بعض، وبنحاول ان احنا نطور من اداء الدراما المصريه، ونشوف ايه المشاكل والحلول اللي ممكن تقدم للدراما العربيه والدراما المصريه. كمان في معانا بحوث كتير مشاركه من بلدان مختلفه، بلدان عربيه وطبعا مصريين. الجلسات البحثيه ان شاء الله هتبتدي في خلال نص ساعه، وان شاء الله يكون مؤتمر ناجح ويبقى مؤثر وياثر في كل المجالات ان شاء الله.